إذن رندا، أسعد الله أوقاتك دائما بكل الخير. يعني واليوم يعني الموضوع يهمك من الدرجة الأولى ويهمنا أيضا، ماذا في داخل أضابير هذه التظاهرة؟ صباح الخير الطيب والسادة المشاهدين. فعلا يعني المنتدى الذي يهم كل امرأة بطبيعة الحال وتمكين دورها اليوم في التنمية المجتمعية وكذلك في اقتصادات ودخولها في العديد من القطاعات اليوم في الأعمال سواء في الإمارات وحتى بالنسبة للعالم اليوم. يعني نتحدث عن هذا المنتدى المرأة العالمي في نسخته الثالثة الذي يناقش العديد من الأهداف والاستراتيجيات اليوم لدور المرأة وتمكينها. حديث أكثر الطيب حول هذه الملفات وحول اليوم الأول للمنتدى، معنا هنا السيدة نعيمة أهلي وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة. أهلا بك سيدة نعيمة معنا على شاشة تي ام بي سي عربية. أهلا بكم في المنتدى. دعينا بداية نتحدث عن أبرز أهداف المنتدى واليوم الأول ونسخته الثالثة، أبرز الأهداف التي يتم التركيز عليها اليوم في هذا المنتدى. المنتدى اليوم يعقد في الدورة الثالثة برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. المنتدى يعقد تحت شعار قوة التأثير. تحت هذا الشعار يندرج ثلاثة محاور رئيسية وهي اقتصاد ومجتمعات المستقبل، جهود ومسؤوليات مشتركة، تكنولوجيا وابتكارات مؤثرة. أهداف المنتدى هي تسليط الضوء على التأثير الإيجابي للمرأة في كل المجالات، في الاقتصاد، في ريادة الأعمال، في السياسة، في المجتمع، في الذكاء الاصطناعي، الفن، الإبداع وغيرها من المجالات. المنتدى يعقد على إن شاء الله مدار يومين، اليوم 26 و 27 ونأمل حضور عدد كبير إن شاء الله من المشاركين. طيب نحن نتحدث يعني اليوم عن هذه النسخة الثالثة، إن عدنا للوراء والنسخات السابقة يعني ما هي أبرز المخرجات التي تمت عبر السنوات الماضية وتحديدا فيما يخص تمكين دور المرأة اليوم في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تدخل في تنمية اقتصاد الدولة؟ من خلال الدورات السابقة قمنا بعمل شراكات مختلفة، عملنا شراكات مع دول اسكندنافية في عمل دورة تدريبية للمبتدئات في العمل يسمونها منترشيب بروجرام، يكون عندنا متدربة معها شخص يقوم بمواصلة تدريبها لمدة سنة كاملة، وهذا كان من مخرجات المنتدى خلال السنوات السابقة. أيضا الشراكات المختلفة، التوصيات المختلفة اللي تطلع من جلسات العمل المختلفة. اليوم يعني كونكم يعني المؤسسة الخاصة بالمرأة في الإمارات، يعني الدور الرئيسي فعليا وعلى مدى السنوات الماضية كيف اختلف اليوم دور المرأة فعليا في قيادة العديد من الوظائف الكبيرة وكذلك بالنسبة لدخولها في تنمية الاقتصاد ومشاركتها في العديد من هذه القطاعات التي تحدثت عنها؟ احنا كدور في مؤسسة دبي للمرأة نقوم بعمل العديد من الدورات التدريبية، الدورات التدريبية اللي تساعد المرأة لتحقق سوق العمل، تعزيز وجودها في سوق العمل، ابراز مكانتها. ايضا الحين لو شوفي المرأة في الامارات تقف جنبا الى جنب مع الرجل في الاقتصاد، في السياسة، في ريادة الاعمال. المرأة في الامارات تشكل 50% من نسبتها في البرلمان، فهذا كله بفضل دعم القيادة الرشيدة للمرأة، قيادة الشيخة منال ايضا دعمها للمرأة في كل المجالات. يعني إن تحدثنا اليوم أو ربما على هذا الدور الرئيسي، إلى أي مدى المنتدى كذلك كان له دور في إرسال ربما رسالات للتوعية وكذلك للنشر فعليا دعينا نقول الوعي اليوم في دور المرأة وتمكينها في العديد من القطاعات التي لم تكن يعني ربما كانت يعني كنا نشاهدها سابقا، ولكن اليوم لديها العديد من الأدوار وحتى في الفضاء. يعني اليوم زمان كان ما كان عندنا يعني ربما مثل هذه الأدوار وهذه المهنات سابقا. أوكي، إحنا من خلال المنتدى من خلال ورش العمل نطلع التوصيات، وهي التوصيات نقوم بتنفيذها ودراستها ومناقشتها مع رؤساء المؤسسة، مع أعضاء مجلس الإدارة، نقوم بطرحها على الجهة المختصة ونقوم بعمل ورشات عمل لمناقشة أيضا هذه الدراسات. المؤسسة اليوم تدعم المرأة في كل المجالات. احنا استراتيجية المؤسسة تبني على جعل دبي مدينة صديقة للمرأة،
كيف نجعل دبي مدينة صديقة للمرأة؟ من خلال تعزيز وجود المرأة، من خلال الدورات، من خلال تعزيز وجودها في سوق العمل أيضا. فإحنا من خلال المنتدى نناقش كل التحديات اللي ممكن تواجهها المرأة. يمكن المرأة في الإمارات الحمد لله يعني تعدت شوط كبير، مثل ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، نحن تعدينا مرحلة تمكين المرأة، الآن نمكن المجتمع بالمرأة. فيعني المرأة في الإمارات تحدت كل الصعب. الآن المرأة في جميع المجالات، أيضا في الفضاء عندنا اليوم الحين نستضيف إحنا عندنا في المنتدى المهندسة نورة المطروشي، أول رائدة فضاء. أيضا استضفنا خلال ملتقى الشباب أول قبطان إماراتية. فيعني إحنا فخورين بهذا الإنجازات العديدة للمرأة في الإمارات. يعني ونتوقع كذلك لهذه النسخة مخرجات جديدة إن شاء الله. إن شاء الله هاي النسخة عندنا أكثر من 130 جلسة، أكثر عن 250 متحدث من 65 دولة. فأكيد إن شاء الله بتكون عندنا مخرجات جدا مختلفة عن النسخة السابقة، توصيات جديدة، وإن شاء الله نأمل خير. نشكر دائما تواجدك معنا سيدة نعيمة أهلي، وأنت مديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.